بلجيكا في الصداره وهم طلعوا بس تاني بثلاثه بونت، لانهم بتوع المفاجات فكان طيب. تاهل مفاجاه حلوه. اتفضل ايطاليا. يلا ايطاليا، انا عاوز اتكلم قبل ما اتكلم على التيم اتكلم على مانشيني. لان مانشيني ده بياكد ليا الفكره بتاعت المدرب. ان المدرب مهما كان مع لعيبه صغيره او لعيبه اسماء مش كبيره ما بيعتمدش على النجم الواحد، هو اشتغل على الجماعيه. انت النهارده ايطاليا بتتكلم ثلاث ماتشات كلين شيت وجايبه بتتكلم في سبع اهداف وعندهم يا كابتن طريقه الاستحواذ وبيلد اب جديد. انت بيشتغلوا باربعه ورا طبيعي، عندهم الباك ليفت بيخرج دايما في وسط الملعب ويبدا بيعمل بيلد اب بالثلاثه، ويبدا اثنين في وسط الملعب اللي هو جورجينيو ولوكاتيلي، وبيحط خمسه ورا الخطوط. انت الطريقه دي بيعملوها في البيلد اب كويسه جدا، وعندهم طريقه الاستحواذ يا كابتن واللي هي دايما تبقى معاها الضغط المرتد او اول ما الكره تخسرها. اكتر فرقه واسرع فرقه بتجيب الكره بعد فقدانها في حوالي 6 ثواني هي ايطاليا. بيشتغلوا بمجموعات سواء بيلد اب او في وسط الملعب او القوه الهجوميه بتاعتهم. ومانشيني انا من وجهه نظري هو نجم البطوله حتى وقتنا هذا، مش لعيب، نجم البطوله هو مانشيني. ان هو قدر يرجع ايطاليا، انا ايطاليا كما كنت داخل بطوله ايطاليا فرقه كويسه ايطاليا، بس مش ايطاليا بتاع زمان. دلوقتي انت رجع ايطاليا بقى من زمان انت بقى فريق مرعب دفاعي بالظبط. انت دلوقتي واحد زي لوكاتيلي ده بيلعب راجل بيلعب رقم 8 وجاب لك جونين في في ماتش بتاع سويسرا جايب جونين في ماتش سويسرا. فانت كمان مش بس بتشتغل الشغل الدفاعي القوي، لا انت كمان بتشتغل شغل هجومي قوي جدا جدا. فانا بصراحه ايطاليا هي اكتر فرقه اقنعتني في اليورو حتى. وده بياكد كلامك انه المدرب ممكن يبقى هو اللي بيعمل كل حاجه.